إخوتي وإخواني الأعزاء، أمام الأحداث الجسيمة، أمام هذا الحدث الإضافي الجلل الذي طرأ على بلادي فأنهكها حتى باتت غير قادرة على الاحتمال، تتلاشى الضغائن وتضمحل الخلافات وينصهر الجميع في بوتقة واحدة تجمعهم جذورهم الطيبة وانتماؤهم المشرف للوطن الغالي وإنسانيتهم المرهفة. أدعو الجميع داخل الوطن وخارجه، أغنياء وفقراء، موالين ومعارضين، وبجميع أطيافهم واتجاهاتهم وأديانهم، لنجدة أهليهم المتضررين والمنكوبين بكل ما يملكون للوقوف بوجه هذه الكارثة، سواء كان ذلك بالمال أو الكساء أو الطعام أو المأوى أو بكل ذلك، فلقد خرج الأمر تماما من أيديهم وباتوا بحاجة للمساعدة من كل أنحاء العالم، آملا أن يتفهم هذا العالم بأن حصار دولة منكوبة ليس بالتصرف الأخلاقي أو الإنساني، وأن يسمح للمعونات أن تعبر إلى البلاد من أي جهة أو اتجاه إن كان. لم يقصر إخواننا العرب في غوث ودعم شقيقتهم سوريا المنكوبة، وقد فعلوا، فلهم الشكر العميق، لهم ولجميع الدول الأخرى التي ساهمت بالمساعدة. كما أشكر شبابنا الأحبة على لهفتهم الصادقة في دعم منكوبي هذا الزلزال المدمر، وإن سوريا لتفخر بهم، وإنني أسعى جاهدا لتعزيز المساهمة في التبرع الإنساني لضحايا هذا الحدث المفجع. ما أحوجنا في هذه الظروف العصيبة إلى رابطة أخوية تجمعنا حتى نتغلب على مشاق ومصاعب الحياة.